كيف يفرط الإنسان في حريته التي وهبها الله تعالى له؟ هل يعقل أن يمنحك الله تعالى تلك القيمة الكبرى؟ ولقد كرمنا بني آدم، وتلك القيمة المثلى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. حررك ربك تماما مما استعبد بقية البشر، فأصبحت تحمل وسام عبوديته، ذلك الوسام الكريم الشريف العظيم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. عجبا لك أن تقبل أن يطوق جيدك تشريع لم يشرعه ربك، أو أن تضع في يديك قيدا من البشر يتصرف في حياتك، أو أن تتوهم بأنك جدير بأن تمتلك مشاعر أحد لأنك فقط تحبه أو حتى يحبك، أو تطيش بك أحلامك فتفرض على أحد ألا تكون له علاقة بسواك. انتبه، لست إلها، بل أنت عبد من عباد الله، وكل ما تتعلق بهم أو يتعلقون بك هم من عباده وعبيده، والقلوب بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فاحتفظ بحقك في استقلالية شخصيتك، ودع الآخرين يحتفظوا بشخصياتهم، واحتفظ أنت بأسرارك وليحتفظوا هم بأسرارهم. واحترس واحذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. حرسك الله من أيدي العابثين، وأبقى قلبك متعلقا برب العالمين.